تقبلوه ايضا. تفضل سي لطفي. مرحبا بك سي لطفي، اهلا وسهلا بك. مرحبا سي لطفي. عسلامتك. مرحبا بك سي لطفي. عايشك. اول سؤال، تبرقة وهذا المهرجان كيفاش تقدمه لنا؟ هذا المهرجان باش يصير السنة أيام 28 29 و 30 جوان الدورة الثالثة في تبرقة. صارت دورة أولى في حمامات عام 2009 و 2010 و 2011 ما صارتش؟ صارت. صارت 2010 أول دورة في تبرقة، 2011 ثاني دورة في تبرقة، والسنة 2012. خصوصية هذا هذا المهرجان أو هذه السهرة اللي تنظموها خصوصيتها؟ هو مهرجان حول الفن اللاتيني، دونك يشمل الرقص والموسيقى. السنة البرمجة يوم 28 هالخميس هو الافتتاح، وفما سبيكتاكل دو دونس هو هي السهرة الأولى، ويوم الجمعة 29 فما الكونسير سهرة مع الفرقة إسبانية والكوبي من كوبا ومن إسبانيا، معناها خليط ما بين كوبا وإسبانيا، بلوكي تشينكوانتا تريس. ويوم السبت عندنا الفنان يوري بونافنتورا اللي معروف من الجمهور التونسي، يجي باش يجينا السنة ويختم هذا المهرجان أو هذه السهرات اللي تقدموها. الجمهور هناك إقبال كبير من الجمهور؟ والله كل عام يتزاد الإقبال، كل عام يتزاد الحق، يعني ناجحين تونس معلومين بسالت حاولوا ليه حاول إن شاء الله. اش حضرت لنا ياسمين باش نشوف، خلي السادة المشاهدين يكتشفوا شنو حضرت لنا. واكبنا احنا كنا الدورة السابقة عملناه الأجواء بتاع اللاتينو هذيا وأجواء السالسة، دونك حبينا نعملوا ريكاب على اللي صار عملناه في المهرجان هذيا، وديكلاراسيون زيدا كي نعطاها لنا سي لطفي قريعة ويوري بونافنتورا، نحب نذكروا زيدا جمهور التونسي به. نشوفوا مع بعض. برمجة تاع السنة عندنا كالعادة ثلاثة، هو ثلاثة أيام 28 و 29 و 30 جوان. السهرية الأولى هو مهرجان تاع رقص وموسيقى، دونك سيسرا سبيكتاكل دو دونس. نهارت الجمعة عنا لو كونسير دو جروب بلوكي 53، سي ان جروب اسبانيول اي كوبان. ونهار السبت 30 جوان بحول الله كونسير يوري بونافنتورا اللي باش يرجع لنا اون طونك هو البارام تاع الفستيفال نتاعنا زاد، دونك يوري بونافنتورا باش يكون موجود. هذه لقطات باش نحطوا السادة المشاهدين في الصورة، ولكن ياسمين عندها سؤال. المهرجان سالسا يجمع بين الرياضة وما بين زيد الموسيقى والرقص، كنت تحكي لنا سي لطفي شوية على الرياضة. على الرياضة عندنا زيد، أنا ننظموا كل عام دورة نتاع تورنوا نتاع صولجان جولف، دونك تبرقة تبارك الله فيها برشا حاجات نجموا نستغلوها غادي، وقلنا علاش ليه التيران نتاع الجولف نعملوا فيه دورة ويجيو العباد اللي يمارسوا الرياضة هذه يمارسوها كالعادة، وفي الليل عندهم المهرجان يجموا يحضروا فيه. يعني نجم نقولوا اللي تخدموا في السياحة، احنا ساهموا في تطوير السياحة التونسية صراحة. احنا ما خبيش عليك المهرجان هذا نخدموه عام كامل، خاطر نورجوا فيه معناها نعملوا بليستي نتاع المهرجان هذا في الخارج، والخدمة هذه تطلب باش واحد يكون منظم 9 اشهر 10 اشهر قبل قبل، وربما يسافر برشا مرات باش ينظم يحضر عديد الاشياء. نحضروا في دي فيستيفال، نفرقوا ونوزعوا دي فلاير، نقدموا البرنامج هذا الكل باش نجد زادة جمهور من الخارج، وكل عام يجينا جمهور من الخارج يحضر بالضمة، يجي عادي جمعة سلاعة في تونس فاكونس ويحضر في فستيفال. واضح. عن زيد ينجم يعطينا سكوب اللي البرمجه بتاع العام الجاي حاضره؟ البرمجه حاضره معناها ما تعطيوني تشكر كبير على لطفي اخرين ما صعب الناس المنظمه فما مهرجانات سي لطفي تتحضر قبل 15 يوم. انا نقول لك ما ساعات قبل بنهار عام الجاي ساعات في نهارها عام الجاي من 11 الى 18 اوت 2013. حاضرين، شكون يخدم معك؟
احنا فريق كامل احنا 30 ثلاثه من الناس نظموا المهرجان ثلاثه من الناس كهو ثلاثه كهو لا لا هو مش ثلاثه كهو ثلاثه اما الركائز ورا فما هلا عمار وفؤاد نموشي و تحيه اليوم المساعدين نتاع التكليف سيلوتي شو تحب تقول في ختام لقائنا بك والومضات اللي عديناها شو تحب تقول شو تحب تقول للجمهور اللي شاهد فيك والله الجمهور استنوا فيه في تبرقه واهالي تبرقه مشكورين زاد كل عام الاهالي والمسؤولين غاديك كلهم الحق واقفين معانا ولو حتى عمناو اللي كانت دوره ما كناش واثقين ما كناش نعرفوا كان باش تصير ولا وصارت وما صار حتى مشكل على عكس ما يقولوا العباد ولا شي استغايلوا وسنا كيف كيف بحول الله السلطات الكل معانا الوان تي تي وزاره الثقافه وزاره السياحه بلدية تبرقة ولاية جندوبة الناس كل مشكورين الجو باهي في تبرقة الجو باهي علاش ما صارش فيستيفال جاز؟ والله فيستيفال جاز ما صارش عم ناول وابارامون السنة مش باش يصير زادة حتى السنة لا هكا سمعنا علاش الأسباب في تقديرك؟ علاش إن شاء الله ما نكونش حرجتك هكاو لا أنا ما أنا نسمع كل الناس اللي سمعته أعطينا اللي سمعته اللي نسمعوه ساعات قديش فيه صحيح والله ما نجمش نتكلم في الموضوع على خاطر الحق مانيش مولع به اما كان ناخذوه بالمسبق البرمجه نتاعو ويجم يسير وما فما حتى سبب باش ما يسيرش واضح حكايه وقت سي لطفي قريعه شكرا على حضورك معنا مرحبا. على التوضيحات بالموسيقى نودعوك نلتقي ونكونوا في تبرق ان شاء الله ونصور شكرا جزيلا سي لطفي شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعطيك الصحه هذا لطفي قريعة والمهرجان تبرقة ولكن هناك مهرجان مهم مهرجان كارتاج اللي صارت الندوة الصحفية مؤخرا وصارت فيها تداعيات كبيرة وأخبار جديدة على كل نخلي ياسمين اللي واكبت هذا الشيء كنا واكبنا لكم وزيدا أرصدنا لكم الآراء بتاع الإعلاميين والصحفيين اللي كانوا حاضرين في الندوة مانيش نحكي عليه ياسر نتصور كان نتفرجوا في الروبورتاج نفهموا أكثر الأجواء اللي صارت نمشيوا الندوة الصحفية لمهرجان كارتاج البرمجة يمكن اعتبارها ناضجة ما نقولوش جيدة جدا ويمكن برمجة ناضجة وتستجيب للمقومات اللحظة الراهنة ربما البعض يمشي في اعتباره أن برمجة في مستوى مهرجان كارتاج الأسماء كبيرة لا في مستوى مهرجان كارتاج لكن على مستوى عدد ليالي وقاع التقليص نتيجة ربما اعتبارات يعني يعلمها الجميع فماش حاجة جديدة فما أسماء حلوة مي البرمجه ككل كي تقول لي بالتفصيل نقول لك فما بالتفصيل يعني بصفه عامه برمجه فيها وعليها يعني باش ناخذوا بالاسم فما اسماء حبيت نقول انه 5 جويليه 15 اوت معاش اداره المهرجان في بالها اللي فما شهر رمضان ولا لانه فما عروض وفما سهرات ربما نقول انا ما تتمشاش مع شهر رمضان نلقاو احمد المنجري في سهريه 24 جوي مع الفا بلوندي تشوفوا في كتالوج مزيان محلاه كي تحبوا شي تاخذوه حتشوفوا انه مش موجود حتى في الكتالوج فما مشاركه مع عاملين كام بريزونطاسيون تاع الفا بلوندي وكل شيء يعني جست نعطيو التونسي قدروا تفاجئنا انه العروض التونسيه كانت نسبتها 18% وهذه نسبه ضعيفه برشا باعتبار ان استنينا انه العروض التونسيه تكون النسبه الاكبر لها هي في البرمجه هذه كل تقييم يستوجب مقاييس مهرجان كارتاج ومهرجان دولي في الندوه الصحفيه رينا اللي فما نسب نتاع المشاركات فما مشاركه تونسيه مهمه 54% هو كحسب عدد الفنانين اما 20% عروض تونسيه وبعد يقول لك احنا مانيش مطالبين باش نحطوا عروض لا نقول له انت كوزاره الثقافه التونسيه مطالب باش تحط فنانين تونس السيد الوزير حاول يفسر علاش ما فماش معناها تونس اكثر من هكاك هذا يعكس معناها حجم الانتاج الجديد الموجود والمقنع لانه